النقطة اللي الناس مش واخدة بالها منها إن في مخطط لتقسيم مصر، في مخطط لتقسيم مصر زي كده، ما تيران وصنافير راحت لحتة تانية لغرض تاني مش لخدمة مصر أبدا. تيران وصنافير المصرية راحت حتة تانية لخدمة أغراض تانية تبعد عن أغراض الوطنية المصرية، وتبعد عن أغراض الأمن القومي المصري. أنا بقول كده ليه؟ لأن أنا مصري ووطني، وتهمني مصر أول حاجة، وبعد كده أي حاجة تانية ممكن، لكن مصر عندي رقم واحد. تقدم مصر، رفاهية مصر، حضارة مصر، أمان مصر مهمة يجب أن نسعى لها جميعا، دي حاجة منتهية. طيب أنا عارف إن في مخطط لتقسيم مصر، طب عشان المخطط ده يتم يحصل إيه؟ لازم إثارة نعرات. طب النعرات تيجي إزاي؟ النعرات تيجي إزاي؟ بين الشيعة والسنة في مصر؟ مفيش شيعة في مصر. خلاص إحنا ولعنا فيهم قبل كده وشدينا مع السنة، قاموا على الشيعة، وراح فيها الشيخ حسن شحاتة زي ما أنتوا شفتوا قبل كده. طب نعمل إيه؟ دلوقتي مفيش غير إن إحنا نضرب المسيحيين مع المسلمين. طيب هل المسلمين في مصر وحشين؟ لا، المسلمين في مصر ناس محترمين جدا جدا جدا. ليه؟ لان المسلمين دول اخواتنا وليهم جذور ترجع للفراعنه معاهم، يعني ممكن يكون جد من جدودي جد ليهم، بس هما ما قدروش يدفعوا الجزيه غيروا، وانا دفعت الجزيه استمريت. يبقى في ناس كتيره مننا اتحولت تحت ضغط السيف زمان اثناء الغزو العربي، تم الكلام ده، وفي ناس كتيره حولت. المحترم المحترم من اخواتنا المسلمين هتلاقي اصوله وجذوره فرعونيه. المحترم اللي هو ايه؟ اللي هو جاي من تعاليم كيمت وتعاليم الفرعون الاصيل وتعاليم الفلاح اللي كان بيقول لم ألوث ماء النيل ولم أؤذي حيوان ولم أكذب ده ولم أقتل. دي تعاليم الفلاح القديم المصري. المصري حتى المصري المسلم والمسيحي اللي شايل في جيناته إنسانية ومحبة ورحمة وغفران، ده أصوله. أبصم كده ب ب ب ابصم كده بصوابعك العشرة، لا ده الجذور الفرعونية. أما بقى اللي هو شراني إرهابي، لا ده مش تبعنا، ده جاي مهاجر من حتة تانية، ده جاي زي الطير المهاجر الحاقد، حاقد على مصر وعلى حضارة مصر، وحاقد على الأولاد وأولاد مصر اللي جم من الحضارة دي. طيب أرجع عشان ما توش في حتة تانية، أقول يبقى في مخطط لتقسيم مصر. عشان المخطط ده يتم يبقى لازم اثير نعرات طائفيه. اثير نعرات طائفيه او من المسلم على المسيحي. ومفيش مانع لو احتاج اي حد سلاح من هنا ومن هنا ادي بحيث تولع الدنيا. وساعد على مخطط تقسيم مصر. طب مين اللي عايز جوه مصر مخطط تقسيم مصر؟ الخونه. الخونه. الخونه من المصريين. داخل مصر هم اللي ممكن يدوروا على ان مصر تتقسم. مصر تتقسم. طيب وجيه رؤوف انت عايز مصر تتقسم؟ انا مش عايز مصر تتقسم. طب ليه يا وجيه رؤوف مش عايز مصر تتقسم؟ لان انا ليا جذور من اسوان لغايه سينا، ليا تاريخ. تحفر هتطلع لك كنايس في سينا، تحفر هتلاقي في اسكندريه كنايس، تحفر هتلاقي في أسوان في النوبة كنايس. فأنا تاريخي ممتد لأن أنا أصل هذا البلد، أساس هذا البلد. فلما تيجي تقول لي أقسم، تقسم مع مين؟ التقسيم بيبقى بين الإخوات مش بين محتل ومواطن أصيل في هذا البلد. أنا أرفض، هذه بلدي تعيش معايا فيها، أضرب لك تعظيم سلام، نعيش إخوات زي بعض، رأسنا برأس بعض، أهلا وسهلا. لكن ترفض ده وتتعالى عليا، أنا برفض ده، وبرفض كمان موضوع ان انا يحصل تقسيم، لاني عايز بلدي وعايز حدود بلدي احافظ عليها. طيب يقول لك في مصر في فتنه طائفيه، لا مفيش في مصر فتنه طائفيه. في مصر يوجد اضطهاد منظم
ضد الاقباط ترعاها الدوله. اها نقولها تاني يمكن مش واضحه. في مصر يوجد اضطهاد منظم للاقباط تحت رعايه الدوله. الله، ده الرئيس طلع قبل كده وقال ضروره تجديد الخطاب الديني وانتوا عاديتوا العالم وبتعاليمكم. طب عملت ايه؟ ضروره تجديد الخطاب الديني. انا صدقتك، ها عملت ايه؟ هتقول لي اصلي شيخ الازهر وعذبتني يا شيخ الازهر وتعبتني يا شيخ الازهر. كل الكلام ده ما ياكلش معايا لسبب بسيط، ان رئيس الجمهوريه ده نفسه اللي بيقول عذبتني يا شيخ الازهر كفرد، يوم حب تيران وصنافير يديها قال كن فيكون، مضى وخلص. ما خدش قال امي قالت لي، امي قالت لي، امك قالت لك. الله يرحمها الست الوالده، الله يرحمها. ما قالتلكش طيب دول غلابه الاقباط ما لهمش عندهمش سلاح يدافعوا بيه عن نفسهم، دافعوا عنهم، خليك مع الغلبان، اسد الغلبان. ولا ماما ما قالتش حاجه غير بس ان ادي الارض الدوله تانيه؟ اكيد يعني الست الوالده اكيد الله يرحمها اكيد تعرف الاصول، اكيد قالت لك لما تلاقي غلابه اقعد معاهم ساعدهم قويهم ما تسيبهمش يتاكلوا من الديابه. ده ذئاب الجبل، ذئاب الجبل. ها ما تبقاش ما يبقاش ذئاب الجبل وكلاب الجبل ومعاهم شرطه الجبل بتسند. يعني هي ناقصه، هي ناقصه يبقى الارهابيين وكمان معاهم الشرطة على الغلابة. لكن تقولي على البطل، تقولي على البطل، أصل المسيحي ده ما يعرفش غير أحبوا أعداءكم باركوا لي عليكم، أحبوا أعداءكم باركوا لي عليكم. لكن لو هو يهودي زي اليهودي يقول لك عين بعين وسن بسن، وقفوكوا عند حدكم كلكم أهو 5 مليون، وقفوا العالم العربي كله بملايينه على حده. ليه بقى؟ عين بعين وسن بسن. لكن احنا نروح نحارب اللي بيقول العين بعين وسن بسن؟ لا، احنا نروح نضرب اللي بيقول احبوا اعدائكم. خد على دماغك، خد تاني، خد لغايه ما تشبع، خد محبه. مش الضرب ده بيديك محبه، خد محبه. مش هو ده، مش هو ده، هو ده اللي بيحصل. يبقى في مخطط لتقسيم البلد بتساعد عليه بعض الاجهزه الخائنه جوه البلد، وبيحاول يشعللوا الدنيا بحيث يقوم المسيحيين على المسلمين. انا مش عايز ان الناس دي تقوم مع بعض. ليه؟ لانك لو رحت لاي مجتمع هتلاقي الفئه اللي بتعمل ده فئه قليله، بس هي الفئه اللي سندها الشرطه، هي الفئه اللي بتحركها الشرطه. يعني انا هقول لك ايه، انا ليا صديق حلف لي في يوم من الايام طلع هجوم على احد الكنائس، الضباط طلعوا يلموا البلطجيه من على القهاوي، اطلع احرق في الكنيسه. الضباط طب وليه هنروح ليه بعيد؟ الحادثه اللي حصلت في اسكندرية لما دخل واحد بسكينة ودخل على 3 كنايس ورا بعض، ركب المترو من هنا لهنا هنا، دخل على 3 كنايس وكل ما يدخل يطعن 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 لغاية ما وصل لكنيسة كانت في مراد بيها وحاجة زي كده، وراح طعن رهبة، وقعت رهبة، وقعت من الطعن. راحوا المسيحيين اللي في الكنيسة مسكوه، أول ما مسكوه أمين الشرطة اللي واقف على الكنيسة طلع الطبانجة ضرب نار عشان يهرب وهربوا. ادي امين الشرطه، ادي امين الشرطه اللي واقف على الكنيسه بيساعد ارهابي. زي برضو ما حصل في كنيسه ماريمينا لما الولا ماسك الالي ورايح جاي نص ساعه وعربيه المدرعه معديه وقال ما شافتوش ولفت وما اتعاملتش معاه، ولما عم صلاح الراجل المسلم المحترم مسك الارهابي ونزل ضرب فيه، الارهابي بيقول له انت مش فاهم حاجه، انت مش فاهم حاجه، بيقول لعم صلاح انت مش فاهم حاجه، عايز اقولها له صراحه انا مكلف بده من الامن، انا مكلف بده من الامن، كلامي انت ما مش مصدقه هتصدقه في يوم من الايام، سواء انا عايش او مش عايش هيتعمل مسلسلات، لان هذا النظام هيزول مهما 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 استمر حتى لو طال هيزول، وهيجي بعده اللي ينبش ويطلع التاريخ القديم ويطلع كل حاجه تظهر. زي كده ما طلع تاريخ صلاح نصر واللي عمله صلاح نصر والافلام، هيجي في يوم من الايام سواء في جيلنا او احنا مش موجودين هتفتكروا الكلام ده، هتطلع الافلام تقولوا ساعتها هتقولوا والله اللي كانوا بيقولوه مش مصدقينه زمان طلع صح. اتاري الجهاز وجهاز الشرطه بيعمل الحاجات دي، هو اللي بيعمل الحاجات دي.
اتاريه التفجيرات دي كان بيعملها اجهزه الامن، اتاريه العيال لما كانت بتطلع تحرق بيوت الناس وكانت الشرطه وراها، طب احنا بنسكت ليه فترات طويله؟ ما بنتكلمش، بنقول يمكن يخلوا عندهم دم، يمكن اجهزه الشرطه ولا قياده جديده تيجي تقول عيب اللي انتوا بتعملوه بلاش وساخه، يمكن. لكن يعني انا مش عارف، بس انا حاسس اني البث المباشر انا اتمنع مني النهارده، انا حاسس كده، لان انا متعود لما بدخل بيبقى البث المباشر عندي ناس كتيره جدا. عموما ما فيش مشكله يا جماعه، الحلقه هتنزل كامله على اليوتيوب كل حاجه فيها، ويبقى متشكرين للفيسبوك لو منع الحلقه. الحقيقه لازم تتقال، كلنا هنعيش يومين ثلاثة ونتكل على الله، كلنا هنعيش يومين ثلاثة ونتكل على الله. طيب دي الجزئية الجديدة. طيب يقول لك الرئيس عايز يجدد الخطاب الديني بس مش قادر، ليه؟ أصل منصب ما يقدرش يضغط على شيخ الأزهر، أصل منصب شيخ الأزهر متصان لا سلامتها محسن. طب ما كان منصب وزير الدفاع من الدستور متصان وما يتغيرش وزير الدفاع، والماده دي اتحطت عشان الفريق عبد الفتاح السيسي لما كان وزير دفاع اتحطت له الماده دي، وزير الدفاع منصبه متصان ما يتشالش، ومعاه وزير معاه شيخ الازهر. طيب اشمعنى بقى صبحي صالح، صدقي صالح ولا صبحي صالح وزير الدفاع اتشال؟ وزير الدفاع اتشال، اراده السياسيه عايزه ده. يبقى معنى كده بقى اللي يقول لك تعبتني، الكلام ده اوانطه، انا ما باكلش من الاوانطه. انت عايز تصلح الدنيا على الارض، ورينا على الارض، على الارض ايه عملت قوانين تضمن حمايه الوحده الوطنيه؟ ايه؟ احنا لسه جايلكوا حته حته، يعني في جزئيه شيخ الازهر دي الله يرحمه الشيخ محمد سيد طنطاوي. شيخ محمد سيد طنطاوي كان راجل محترم جدا، كان شيخ الازهر السابق، راجل كان تنويري وفاهم، مسك الاحاديث المدسوسه اللي بتدعو للارهاب وشالها، وحتى شال نقاب احد البنات الصغيرين لقاها منقبه قال لها ده مش من الاسلام يا بنتي، ونقى كل كتب الازهر، توفاه الله. طبعا في روايات كتيره حول وفاة الشيخ محمد سيد طنطاوي، لكن احنا هنقول توفاه الله، لأن أيا كانت طريقة الانتقال لكن في النهاية هو عند الله، توفاه الله. يجي اللي بعده يجيب كل الكتب دي اللي احنا بنقول عليها إسرائيليات وبنقول عليها مدسوسة وبنقول ونرجعها تاني، ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناه انك انت بتروج للإرهاب، واطلع بره أقول لا المسيحيين دول أهل دين أهل كتاب، وأخش جوه لا دول كفرة ومشركين. ده على أساس إن اللي بره دول اللي قاعدين بره دول ما بيقعدوش مع ناس بيفهموا عربي وبيصلحوا لهم المعلومات يعني، أو ما عندهمش ناس بتوعيهم على اللي بيحصل في مصر، أو ما عندهمش حد بيصحصح لهم القصة ماشية إزاي، بتتعاملوا مع الناس على إنهم هنود هناك أقول لهم أي كلام هيصدقوه. طيب لما تيجي السعودية دلوقتي، السعودية اتغيرت ليه؟ عندها إرادة التغيير. السعودية شوف السعودية اللي هي فيها الحج وفيها كل حاجة، لا إرادة التغيير موجودة عند الإدارة السياسية، الإدارة السياسية قالت لا خلاص مفيش إجبار على الحجاب، مفيش إجبار على نقاب، مفيش المدارس عادي ممكن تبقى مختلطة، أوكي عادي لو عايز تروح ديسكو في ديسكو، تنفس، اتنقلت نقلة حضارية. السعودية دلوقتي تختلف خالص عن من 20 سنة خالص، مفيش حاجة اسمها النهي عن المنكر، لا بيطلعوا لنا في مصر النهي عن المنكر دلوقتي، النهي عن المنكر ده عبارة عن جلسات العار، جلسات العيلة اللي بيبخسوا فيها حقوق البشر كلهم. طيب